ما شاء الله. عبيدة خباز اليوم. عبيدة، أولا نجعل البيضة في الوعاء. اجعل هذا في الوعاء هكذا. ما شاء الله، خلاص البيضة. ثم بعد ذلك ماذا تريد؟ السكر. طيب اجعل السكر في الوعاء. أحسنت. ثم الزيت، قل الزيت. أحسنت عبيدة. ثم ماذا بقي؟ الطحين. عبيدة يصنع كعكة لذيذة. طيب الآن خلطه هكذا. أكثر أكثر. ما شاء الله، خلاص. الآن ننتظر ننتظر الآن. ما شاء الله، عندنا كعكة لذيذة. هنا انظر، خذي السكين قطعه هكذا. يلا كل هكذا، كل كل هذا. نعم نعم، بسم الله ما شاء الله.